بيكم معنا في لقائنا المتجدد شهريا ملتقى الفوتوغرافيا الشهري. اعذروني صوتي رايح، لسه جاي من عند الدكتور، عندي كده مشاكل في فظوري فهتكلم بالراحة شوية. النهاردة احنا معانا صديق وشخص من الناس اللي بدأت معانا في رحلة ملتقى الفوتوغرافيا، وهو المصور مجدي علي. المصور مجدي علي هو واحد من المصورين المصريين القليلين جدا، لما يكون يعني الوحيد تقريبا في الفترة الحالية، اللي بدأ رحلة تصوير حياة البرية من حوالي 20 سنة في وسط أفريقيا. احنا بنحاول نستعمل دايما مصطلح وسط أفريقيا لأن احنا أفريقيا، فاحنا مش هنقول أفريقيا بس، فاحنا وبدأ رحلات السفاري في مدن أفريقية كتيرة من سنين طويلة جدا، وبدأنا في رحلات منتظمة لبلدان مختلفة في أفريقيا تحت مسمى فريق براري أفريقيا في 2011. رحنا كينيا وزامبيا وتنزانيا، وبعضنا راح جنوب أفريقيا وبعضنا راح غانا، يعني لفينا أفريقيا مدن كتيرة جدا. النهاردة هنعرض لكم صور من مكانين متباعدين جدا. المكان الأولاني قبائل الماساي مارا اللي عايشة في كينيا، دي من تصويري. والمكان الثاني هيعرضه صديقي مجدي من رحلته الأخيرة لليابان. مش هقول لكم بقى هتشوفوا ايه لما هيجي هو، يعني قال لي ابتدي انا، فانا هبتدي كده بشوية عن قبائل الماساي مارا وبعدين نخش على اليابان. احنا لينا معرض سنوي اسمه معرض براري افريقيا، بيبقى في حدود شهر نوفمبر او ديسمبر كل سنة في مبنى الجريك كامبس، عملناه مرتين وعندنا معرض ان شاء الله السنة دي، ولينا رحلة واحدة على الأقل أو رحلتين سنويا إلى كينيا أو زامبيا. والسنة دي احنا منظمين رحلة كبيرة قوي اسمها رحلة الجنوب الأفريقي. الرحلة دي هتبتدي من حدود زامبيا مع بوتسوانا، وبعدين هنقطع مسافة في بوتسوانا، وبعدين نطلع على ناميبيا، وبعدين من ناميبيا على جنوب أفريقيا. كل ده طبعا بالبر بالعربيات، وهنخيم في الطريق، وبعدين نرجع تاني الى كيب تاون علشان ناخد طيارة ونرجع على القاهرة. هنعرض لكم كده الصور، ويعني عايزين نتفاعل، ما فيش عدد كبير، فيعني عايزين نحس كده ان احنا يعني قاعدين بندردش مع بعض. يعني دول فتيات الماساي مارا، بيكونوا واقفين الصبح بدري على بوابة المحمية الطبيعية. قبائل الماساي بتعيش على أطراف المحمية الطبيعية. أطراف المحمية الطبيعية ما فيش بينهم وبين المحمية أي صور ولا أسلاك ولا حواجز عالية ولا أسوار، بينهم وبين المحمية شجر، ما فيش يعني حاجة تمنع القبائل عنها، عن الحيوانات البرية أي حاجة. الصبح بيبقوا الفتيات المصاي عايشين، بيروحوا عند بوابة المحمية اللي بيخش منها السياح، ويبتدوا يبيعوا الأكسسوارز بتاعتهم والحلي اللي بيصنعوها بنفسهم. هتلاقوهم ماسكين في ايديهم احنا ممكن نخفف الإضاءة، مش كده أحسن؟ لو معلش هستأذنك نخفف الإضاءة علينا، احنا مش الناس مش عايزة تشوفنا، عايزة تشوف الصور أكتر. مش مشكلة، احنا يعني أقل حاجة ممكنة، يعني يدوبك لا قلل كمان. لو ممكن نقفل جزء من الصالة برضو عشان الانعكاس بتاعه على الكشافات الكبيرة. هو في كشاف بالذات هو اللي ضارب على الشاشة، الكشاف ده يمكن لو اتعدل فيما بعد يبقى وضعه أحسن.
فزي ما انتم شايفين كده البنات ماسكين في ايديهم الحلي والاكسسوارز والحاجات اللي بيعملوها. ولابسين منها كمان يعني كده احسن مش كده؟ لا خلينا احنا يعني احنا مش مهم قوي يعني. تمام معلش. لا كده الصورة أحسن. عشان الصورة مهم الصورة يعني. يعني أصل احنا في النهاية الناس هتبقى عايزة تشوف الصور حتى في الفيديو. شكرا يعني. عشان الفيديو. عشان الفيديو بس بيحاولوا ينورونا عشان إيه؟ الناس لما تتفرج على الفيديو. زي ما أنتم شايفين كده هناك كل البنات بيحلقوا شعرهم تماما. ما فيش حد فيهم بيربي شعره وتلاقي شعرها طويل كده او عاملاها ضفاير او عامله مش عارف ايه. لا هو ده اطول حاجه عندهم يعني. اعتقد جزء منه عشان النظافه والناموس وكده. زينا يعني. بس مش المشكله في انه اكتر المشكله ان هم عشان يحافظوا على نظافته في وسط الحياه اللي هم عايشين فيها بيبقى صعب يعني. مع ذلك ما بيفتقدوش شيء من الجمال او من الوسامه عشان حلقوا شعرهم يعني. مش حاسس ان واحده منهم وحشه عشان مش حلقه شعرها يعني. لا او عشان يعني شايله شعرها يعني. مش شرط خالص يعني. هنا ده وسط القبيله لو هتلاحظوا هنا البيوت بتاعتهم بيوت قصيره وصغيره جدا. البيت الواحد ما يزيدش عن 20 متر مربع. في 3 اوض، أوضة للماشية وأوضة فيها أوضة المعيشة يعني، وفيها مطبخ وفيها اسمه إيه ده هم بيقعدوا فيها، وأوضة بتبقى غالبا للزوج والزوجة حديث الزواج. غالبا بيبقى قاعد معاهم الأب أو الأم كبير العيلة يعني جوه. هنا بيبقوا من ضمن حفلات الاستقبال اللي بيعملوها لنا ان هم بيتجمعوا في وسط القرية ويبتدوا يعملوا الرقصات بتاعتهم. اهم حاجة في الرقصة بتاعتهم النطة دي، ان هم كل واحد بيستعرض وينط نطة اعلى من التاني. كلهم بدون استثناء بيلبسوا صنادل او شباشب او ايا كان هنطلق عليها ايه من الكاوتش، كاوتش العربيات. قطعوا كاوتش العربيات ويعملوا بيه الاحذيه بتاعتهم. بيسموه مصاي 4x4 اللي هو 4x4. هو الوحيد اللي بيمشي معاهم في الارض بتاعتهم. كلهم كلهم. الشكل موحد والمقاس اللي مختلف بس من اول زعيم القبيله لحد اصغر واحد يعني. قبل قالوا لنا قبل الكاوتشات كاوتش العجل وكده كانوا بيعملوه من جلد الحيوانات، بس دلوقتي اتطوروا شويه بيعملوه بالكاوتش. اكيد الكاوتش بيعيش اكتر معاهم من الجلد الحيوانات. بالظبط. ده واحد من المصاي خد كاميرا حد فينا يعني وكان بيحاول ليه. لو هتلاحظوا هنا في الحظيرة الرئيسية بتاعة القرية اللي بيتجمع فيها كل الماشية الصغيرة. بيجمعوها بالليل عشان الأسود أو النمور ما يخشوش عليهم ياكلوها، فبيجمعوها في حتة صغيرة وبيعملوا عليها سور حديد يعني. دي تقريبا شعر اسد اللي ملبسينه للبنت ديت. دي الطريقه اللي بيعملوا بيها النار. بيجيبوا حته خشبه ويقطعوها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وبعدين يبتدوا يبرموا كده عصاية رفيعه فيها لحد ما تطلع الدخان تطلع النار منها ويبتدوا يعملوا منه النار. زي ما انتم شايفين البيوت صغيرة ازاي، مسافات قصيرة ما بين البيوت.
جزء من الرقصة بتاعتهم، يقعدوا يلفوا يعملوا دايرة. كلهم لازم يبقوا ماسكين العصاية دي، اسمها ماساي ستيك أو عصاية المصاي، لازم كلهم بيبقوا ماشيين بيها. دول مجموعة من الأطفال كانوا بيحاولوا يقلدوا الكبار في الرقصة. ده جوه البيت بس، هو خلاص كده، ده الصالة الرئيسية بتاعته. ما كانش عندي فرصة ان انا ادخل حتة تانية. طبعا اول ما بتخش بتحس ان البيت مكتوم جدا، ريحة ال يعني الزريبة يعني اللي بتبقى معمولة جوه مكتومة قوي مع البيت. ما عندهمش غير شباك صغير دوت في البيت كله، في كل أوضة يعني بيعملوا شباك صغير كده عشان الناموس، في ناموس كتير قوي، فهم لما بيصغروا الشباك ما بيخش الناموس. ما عرفش هل الناموس يعني أكبر من الشباك ولا إيه الفكرة عندهم، ولكن هم بيعملوا كده وجربوها ونجحت يعني. تقريبا بيعملوا بيوت صغيرة رغم إن هم بيبنوا على مساحات الأرض يعني مفتوحة، بس هم بيعتبروا ان دوت بيخلي البيت طراوة في الصيف ودفى في الشتاء. في معلومة صغيرة، قبل ما يتجوزوا الست هي اللي بتبني البيت مش الراجل، فالبيت ده كله اللي شايفينه ده الزوجة هي اللي بنياه. بنياه يعني هي بنياه بإيديها؟ بإيديها من أول لآخر يعني. مش بنياه يعني هي اللي مكلفاه، هي اللي بنياه بنفسها يعني. بنفسها عشان كده برضو البيوت تطلع صغيرة، هو ده آخرها يعني. الست هتعمل ايه؟ زي ما انتم شايفين ده الأب الكبير، هو دي أوضته، هو بيفرد ظهره كده يقوم نايم خلاص، يقوم يبقى قام. فهي دي الأوضة بتاعته، ده المطبخ وخلاص، ده عمود وده يعني مفيش أكتر من كده يعني. لا مفيش سراير بالمعنى السرير، مصطبة عالية يعني كده شوية، مصطبة كده عالية شوية خشب وبيناموا عليها، بيشدوا عليها الجلد بتاع الجاموسة أو الغنم وبيناموا عليها. دي زاوية تانية اهو، يعني الشباك ده في الأوضة التانية، يعني دي الأوضة الرئيسية ودي أوضة الأم بالأطفال الصغيرين، زائد بقى أوضة الماشية. كلهم لازم يبقى معاهم العصاية. مطين. دي اللي بيعلقوا عليها الجلد بتاع الغنم بعد الذبيحة. في مدرسة مركزية بيروحوا لها كل اللي في القرى. تقريبا الست هي اللي بتعمل كل حاجة في الحياة يعني، الرجالة بس بيرعوا الغنم بس، ما اعتقدش بيعملوا حاجه تانية. الست بتعمل كل حاجه، بتروح تجيب الحطب، بتولع النار، بتطبخ، بتخلي بالها من العيال. هما دول الرجاله. من الفجر لغايه الشروق. هي مشكلة رعاية الغنم مش سهلة عندهم، مش عشان فكرة الغنم، ولكن عشان هو في أي لحظة بيطلع عليه أسد، يطلع عليه ضبع، يطلع عليه حاجة، فهو برضو ده جزء من دوره يعني، إن هو يحارب الحاجات دي. جزء من الحماية، أو يعني أعتقد إنه أمان نفسي أكتر منه حقيقي. العصاية ممكن ما تعملش حاجة في الآخر يعني، بس هي يعني ده لبس المدرسة الصبح وهم رايحين المدرسة، بياخدوا عيدان خشب عشان يولعوها في المدرسة للتدفئة.
كل طفل لازم ياخد معاه عود خشب او اتنين عشان يولع. ده الصبح بدري اول ما صحيوا الراجل طالع بالبقر حظيرة المركزية، طلعوا البنات الصغيرين يحلبوا المعيز والخرفان. دول الأطفال وهم رايحين المدرسة الصبح. ماسكين زي ما انتم شايفين كده برضو أعواد الخشب كله، يعني ده جزء من دورهم وهم رايحين المدرسة. المسافة مش بعيدة، ما بين القرية دي والمدرسة يعني حوالي 10 دقايق مشي، يعني مش مسافة كبيرة. بس القرى التانية هي اللي لا، مدرسة منتظمة منضبطة يعني. ده لسه صاحي بقى، مش طايق نفسه. الحلي اللي بتعملها الستات وتبيعها للسياح. بيصحوا يشتغلوا فيها الصبح كده مع الشروق. دول أصدقائنا كانوا بيعملوا كده فوتو سيشن لأهالي القرية هناك، كله بيحلق شعره عشان الحشرات والحر وكده، يعني كل ما يطول الشعر هيبقى فرصة أكتر إن هو يتملي أمراض أو كده. معرفش موضوع المياه عندهم يمكن مش مني، معرفش. ما فيش مايك كفاية كمان. زائد طبيعة الشعر الأكرت في مع المية غير الشعر الناعم بيطرد المية. هم وصلوا للشكل ده بقى خلاص، يعني ممكن يكون ده السبب اللي ورا الموضوع، لكن هم بقت ثقافتهم كده كله البنات الصغيرين هم بقى اللي بيرعوا اخواتهم الاصغر. وبعدين هم بيعتبروا ان القرية كلها بتبقى اخوات، عشان كده ما بيتجوزوش من نفس القرية، لازم لما يجي يتجوز يتجوز من قرية اخرى، لان الراجل هناك ممكن يتجوز 5 و6 و10، فهو ممكن اصلا كل اللي في القريه دول فعلا اخواته وهم مش عارفين. فهم عشان كده قالك لا خلاص ما نتجوزش من قريتنا، وكل واحد نتجوز من القرى الاخرى. بصراحه يعني الراجل الست اللي بتبني البيت ليه ما يتجوزش 10، يبنوا له 10 بيوت، يعني تبقى حاجه لطيفه جدا. نعم، الرجاله مالهم كله كله رجاله اطفال ستات كله. لا، ما حدش بيربي شعره. وبعدين هو طالع بقى يرعى ومعاه الرمح بتاعه لحمايه الماشيه يعني. زي ما شايفين البيت قصير جدا، انا وانا جوه البيت ما كنتش عارف اقف يعني. ده زعيم القبيلة، ده سوق بيتبني كل يوم كده جنب القرية للسياح علشان يجوا
يشتروا منه الصناعات اليدوية بتاعتهم. يعني البتاعة ديت عجبتني، فيعني قعدت معاهم وصورتهم. فبدل يعني ايه، بدل ما انت بتدي فلوس بشكل مباشر، تدي فلوس لزعيم القرية عشان يسمح لك بالدخول. فبدل يعني ما انت بتديهم فلوس مباشرة، بتشتري منهم حاجة. فمثلا دي كانت عايزة تبيعها لي ب 300 جنيه مثلا، في الاخر خدتها بالفصال طبعا مثلا ايه ب 50 جنيه مثلا، ما يساوي القيمة دي يعني. وبعدين قالت لي ايه، طب خد اللي انا لابساها. فبمسك كده اللي هي لابساها، لقيتها من جوه مليانة كائنات حية عايشة كده في وسط بين الأنسجة بتاعت الحياة. قلت لها انا عايز واحدة جديدة. من العادات اللي بيعملوها هناك فكرة الودن المخرومة خرم كبير جدا، دي ما بيعملهاش غير اللي بيتجوزوا. قبل ما بيتجوز أو ما بتتجوز ما بيعملوهاش. بعد ما الراجل والست يتجوزوا يخرم ودنه، بقى يحط فيها عود خشب أسبوع 2 3 شهر، بعدين يشيله يحط واحد أوسع أسبوع 2 3، وهكذا لحد ما ودانه تدلدل كلها. يعني الراجل ده هو ودانه مدلدلة وقلبها على ودانه، واخدين بالكم؟ يعني هي عاملة كده وكمان لففها على ودانه بقى، لأنها مضايقاه وهو سايق يعني. دي الحاجات اللي هما بيعملوها وبيبيعوها قدام البوابة. مجدي هو بينظم لنا الرحلات هناك. نعم، حوالي 7 ساعات، منهم 3 ساعات دغدغة وتكسير عظام وطريق وحش قوي يعني. دول مجموعة الرحلة اللي كانوا معانا. حسب الإمكانيات، في ناس ممكن تاخد طيارة وناس تاخد العربيات، يعني فضل العربيات عشان بتشوف مناظر أكتر و رحلة يعني ممتعة أكتر. لا، ما فيش خطورة خالص، لا عكس يعني. لفينا تقريبا، أنا رحت 27 دولة في أفريقيا، ما فيش ولا مرة حسيت إن أنا في خطر، بس الواحد يكون عارف هو رايح فين وجاي منين يعني على الرغم من ان البنت دي حلقة شعرها تمام، ولكن تحس ان كده يعني انها ماشية شعرها بيهفهف برضه من كتر الثقة اللي فيها. بس انا ماسك راس اسد بيرقص بيها. هنا النار بيحاولوا هو دي طريقة معروفة، وبعد ما النار بتولع بتطلع الدخان دوت. زاوية تانية من جوه البيت. ناس طيبين؟ جدا. لا، في شوية نصب طبعا، اتعلموهم مننا مش من الأجانب، بس هما يبصوا الحلق اللي في ودنها، حلق يمين وحلق شمال في الفتحة اللي في ودنها. ده رئيس القبيلة بتاعتهم. من العادات ان احنا لازم نستأذن منه قبل ما نخش، ما ينفعش نخش الا ما هو يجي لنا ونستأذن منه.
ولازم يكون جايبين له هديه. دلوقتي الموضوع اتطور قوي فلازم ياخد فلوس، يعني قال لك لا الهدايا لا. نديناهم جنيهات مصري لسه طالع من البنك جديده وبتاع، فاحنا قلنا دي هديه كويسه يعني جايه من مصر وبتاع. في الاخر لموهم ورجعوهم لي، بيقول لي ممكن تغيرهم لنا دولارات. ما عجبتهمش الهديه بتاعتنا. دي كانت مجموعة المصاي. أهلكوا بقى المجموعة بتاعت الدول اللي عايشين في جنوب كينيا مع شمال تنزانيا. لا السودان، لا السودان ما فيهاش مصاي. في الهيمبا في السودان، الهيمبا والتانيين اسمهم الناس اللي اسمها حاليا دلوقتي، بس دول عايشين بس متركزين في البلدين دول، وجزء منهم في اوغندا بس مش كتير زي كينيا وتنزانيا. في اي اسئله؟ طب اسئله تكنيكال على التصوير، عشان دي ندوه فوتوغرافيا. ما تكسفش، قول انا بنتناقش مع بعض. العده اللي استعملناها ايه، ازاي هو بص، في حاجة لازم نعرفها كويس قوي قبل ما نخش ونصور في أي حتة، ما بنطلعش كلنا الكاميرات ونبتدي نصور، يعني لازم نقف معاهم شوية، نقعد نتكلم شوية، بس يتعودوا علينا. مش عشان كده بناخد صور كويسة معهم وبنقدر نقعد معهم فترة طويلة. السياحة التانيين بيبقى عندهم 10 دقايق يخشوا القلعة تيك 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 يصوروا ويجروا، فبيطلعوا صور أي كلام كلها يعني. احنا من سنين كذا سنة دلوقتي، من 2011 واحنا بنخش القرية دي بالذات، فتعودوا علينا وعارفيننا بالاسم واحنا عارفينهم بالاسم، فبنقعد معهم براحتنا يعني. يعني انا بعد ما دخلنا اول يوم رحت مرة تاني يوم بقى من الصبح بدري، خلاص كانوا عارفوني، كانش فيه سياح، مش وقت السياح، عشان كده قدرت اخد صور براحتي اكتر مع الناس اكتر بمزاج، وهم طبيعيين مش واقفين يتصوروا. طيب نروح اليابان بقى. نعم، حاجة ايه؟ هنروح اليابان بقى نعمل تنوع. تعمل سبيس. لا الاول، تاني واحد لا اللي بعديه. اتحرك يمين وشمال، اتحرك شمال. انا رحت كل سنه بروح افريقيا ما بين يعني مرتين ثلاثه، بقعد تقريبا 3 شهور في افريقيا من سنة 2000، ورحت اليابان 4 مرات. كنت هناك من أسبوعين. في الأربع مرات كل مرة أقول لازم أطلع الجبل عشان أصور القرد اللي هو اللي بيسموه سنو مونكي. السنو مونكي ده ما بيعيش إلا في الجبال فوق وجنب العيون المياه السخنة. فكنت متردد آخر 3 مرات، كنت متردد لأن الطلعة نفسها كانت جامدة، بس اخيرا ابتدوا يعملوا طرق وسهلوا الموضوع شويه على الناس انها توصل لهم. قصه السنو مانكيز دول ان هو واحد في عيون ميه سخنه طبيعيه، فواحد عمل زي حمام سباحه صغير كده قدام بيته في الخمسينات. ابتدى في الشتاء يشوف ان القرود ابتدت تنزل وتتدفى عنده. من اسبوعين كان درجه الحراره ناقص 10. للاسف ما لقيتش الصوره وانا لابس كل حاجه عشان ابينها لكم درجه البروده قد ايه. فابتدوا يفكروا طب ما احنا نعمل عيون اكتر او يعني حمامات سباحه اكتر. فاكتشفوا ان الموضوع كبر قوي، بقى عندهم الافات القرود بينزلوا يدفوا كل سنه، فعملوا محميه طبيعيه في المنطقه ديت وبيكسبوا منها ملايين الصراحه. يعني فكره جت من لا شيء، وابتدوا بقت او تاني حاجه بعد هيروشيما في السياحه بالنسبه لليابان.
السنه دي قررت ان اخد اقل حاجه معايا، خدت كاميرا واحده وعدستين، عدسه 70 200 وعدسه 50 ملي عشان اقدر اطلع اوصل لهم اكون حاجه خفيفه بالنسبه لي. انت بتطلع على رجلك؟ بنمشي، بنوصل بالاوتوبيس للقريه وبنطلع حوالي ساعه ونص في بين الجبال. الطريق ممهد وكده؟ هم دلوقتي عملوه كويس بس برضو لسه في بالنسبه لجو درجه الحراره. لو رحنا في الصيف والجو حلو مش هنلاقي السنو مانكي، لان هو اسمه القرد سنو مانكي. سنو مانكي فما فيش برد، فيش تلج في الصيف. وهما معلش الميه بتبقى ادفى من بره؟ دي بتبقى طبعا كتير، ده 40 45 درجه، انا ما اقدرش احط ايديا فيها. هم بيسخنوها لهم يعني؟ لا لا لا، دي طبيعيه. هم كل اللي عملوه ان هم عملوا حواليه حمامات سباحه او يعني احواض كده. مش هقدر اقول كده، هو لازم اشوف الانفورميشن بتاعتها، بس ممكن اقول دي تقريبا ال 50. انا كمان عدستين بس، ال 50 ملي وال 70 200 وكاميرا واحده بس، ال 70 دي انا بستعمل كانون. طبعا الصور من غير اديت، انا لسه واصل امبارح مصر فما لحقتش اعمل اي حاجه في الاديت في الصور، كنت اظبط احسن من كده اعتقد. لا ده التلج نازل. طبعا هم قاعدين في المسبح بتاعهم دوت وعمالين يهرشوا لبعض ويدفوا بعض. تشوفوا الصور اللي جايه ازاي، السوشيال بقى اتعملت حاجه بقت زي سوشيال كده. زي هنا مش اشكال اذا كان اخ ولا اخت ولا هو اي حد قاعد جنب اي حد بيتدفى فيه ويهرش له. ده فضل قاعد، ده كان ده صغير قوي، فضل قاعد كتير قوي. انا قعدت معاهم 3 ساعات في اول يوم، فده فضل قاعد في نفس المكان ده نفس طول الفتره دي. مش عارف كان حزين، مش عارف كان في حاجه يعني بيفكر فيها. يعني حتى التلج شوف نازل. ما ريلاكسيشن خالص، سبا يعني. انا مش عارف ازاي بيلاقوا الاكل في التلج، بيقعدوا كل شويه يطلعوا حاجه بيفضلوا ياكلوها. ف استغربت بالموضوع ده لغايه ما اكتشفت ان هم بياكلوا حاجه زي عامله زي السمسم صغيره كده بتقع من الشجر. دي ما كانت برضو حاجه صغيره قوي، فجاه جت راحت نطت جوه حضن الكبيره. ما اعرفش بس كانت امها ولا خليتها ولا قربيتها. طبعا دي زي الصورة نزلت في ناشونال جيوغرافيك النهاردة. احنا برضو في مسافات ما بنقدرش نقرب قوي، عشان كده واخد معايا العدسة 70 200 بصور من بعيد شوية. يعني كنت بردين كان نفسي انزل اقعد معاهم بس ما بيخلوش حد يقرب اصلا. هيكون في معرض ان شاء الله اخر السنه، لسه ما تحددش ميعاده، بصور طبعا اكبر من كده ومختلفه. بس اخترنا بس 30 صوره النهارده نوريها لكم. المعرض هيكون في حوالي 70 صوره تقريبا.
ده دي عامل ايديه كده اهو. منسجم قوي ده. نعم. والله ما تعرفش. هم كتير قوي كلهم بييجوا يحضنوا بعض. يعني واحد بيفل التاني والتاني بيفل، مجموعة كده ورا بعض شغالين. طب هم في المية وبعدين طلعوا ما بيبردوش في اللحظة دي؟ لما بيطلعوا برا شوية وبعدين ينزلوا. وبعدين هتلاحظ حتى الدخان بتاع المية قبليه بيقفوا الدور يتفلوا ويمشوا ده. لا درجة حرارة جامدة قوي ما بتلحقش يعني. هي مياه طبيعية سخنة يعني، بتتجمدش خالص. قوي، وجاي من الجبل من فوق يعني، احنا ما وصلناش للأعلى، أحلى حتة في الجبل في النص كده، وفي عين مياه بتنزل، مياه سخنة، لأنها المنطقة بركانية. لأن الجبل كله فيه تحت جواه بركان، فهو ده اللي بيسخن المياه، فالتلج ينزل يسيح جوه اكن واحد بيولع تحت قسط ميه كده ولا حاجه. لا مكان لنفس الشخص الاولاني. احنا بنعيد ولا معلش مركز معاه، اقول ان قعدت معاه كتير جنبه، فانا كنت عاوز اعرف هو في ايه. كنت نفسي اساله هو ايه. احنا بنعيد مش كده؟ كده احنا كده بنعد. تمام. في اي اسئله؟ معلش النهارده كده حاجه خفيفه بس. هي المكان ده القرود، انا كنت رايح اعمل بورتريهات للقرود مش اكتر يعني. بس اللي هيروح اليابان ان شاء الله لازم يروح المكان ده. حاجه في الجنوب، في وسط اليابان، لان في حته في الجنوب وفي في وسط اليابان. اسمها ايه؟ اقول لك انا، في اسمها اوكوهاما، وبعد كده بنخش بناخد مواصله تانية بنقعد ساعتين فيها. دي عملوها محميه طبيعيه بعد ما لقوا ان القرود ابتدت تنزل من الجبال على عين المايه السخنه دي، فتعملت محمية طبيعية. كمية السياح اللي بيروحوها رهيبة يعني، في عز الشتاء وحاجة عملوا فيها. أسئلة تانية؟ أنا رايح، لا في الصيف بتاع، في الصيف بتاعنا، أنا رايح بعد بكرة. بنبدأ بنعمل رحلة في شهر 5 ورحلتين تاني في شهر 7 وأول 8 قبل موسم الأجازات والسياحة كده. لا لا لا، احنا أصدقاء مع بعض وبنحب. لا خالص، واحنا ما بنكسبش كمان من الرحلات. احنا بنطلع بنصور يعني. أنا مش محترف تصوير، بس يعني سيمي بروفيشنال. نص الصور اللي بطلعها في السنة مثلا ممكن أبيعها، أبيعها للإيجنسي وكده. إنما مش هو ده اللي أنا بكسب عشان نعيش بيه يعني. لا، اليابان كلها ستريت فوتوغرافي يعني، كلها في الشارع وفي المدن وكده. المكان ده بس الوحيد اللي انا احتجت عدة ساتلي فيه، عشان انا عارف ان انا عندي حدود ما اقدرش اتحدى، ما اقدرش اخش اكتر من كده، فبصور من بعيد. هو افريقيا نفس الحكايه يعني.
احنا معانا عدسات من 8 ملي لغايه 500 اخر حاجه، من 8 ملي ل 500 بنستعملهم كلهم. في ناس كتير بيقول لك لازم اجيب العدسات الكبيره قوي عشان اروح افريقيا بيها، الكلام ده احنا عندنا العدسات الكبيره ديت، بس معظم الناس اللي بيطلعوا معانا بيبقى معاهم 70 200 70 300 100 400 وبيعملوا طلعوا شغل كويس قوي قوي. السنه اللي قبل سنه 2013 كان معانا استاذه ناديه، كان معاها عدسه كاميرا كومباكت وطلعت شغل حلو قوي قوي. حد يعرف كايرو كاميرا كلاب؟ هي عضو هناك. هي عضو هناك يعني، ولا لا هو السي بي سي والتاني ايه؟ سي سي سي. سي 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 كايرو كاميرا كلاب. كايرو كاميرا كلاب. فما بنشترطش على اي حد يطلع معانا ان هو يجيب العدسات الكبيره دي. اللي معهوش عدسات ومعاه عدسه صغيره على قده، احنا معانا عدسات تكفينا وتكفي واحد او اتنين تاني معانا، فبنعمل روتيشن على العدسات الكبيره. السنه انا عشان انا شغال كانون فعندي كل الرنجات بتاعت كانون. السنه اللي فاتت ابتدينا الناس نيكون كتير قوي، فمحمد مع ال 200 و500 في ثلاثه دلوقتي، عندنا ثلاثه منهم، فما تفرقش بقى دلوقتي بقى كانون او نيكون، اي حد بيطلع معانا بيركبوا بادابتر بس ما بتعمل لهمش اوتو فوكس، يعني الواحد ما ينفعش يستعمل اوتو فوكس فيهم. يتعملها مانوال فوكس بس بيركب الاثنين يركبوا على بعض. احنا نفضل ان هي الكاميرا بتاعت او العدسه بتاعت الكاميرا يعني. بنركز اكتر على العدسات، يعني اما انا اكون معايا 10000 جنيه ممكن ادفع 7000 جنيه في العدسه و3000 في الكاميرا. في يعني عدسات بالنسبه للموقف ده والشغل دوت، هم دول اللي كانوا شغالين كويس قوي. الفيديو ويدنجز لا ما اقدرش، انا اعمل ويدنجز انيمالز انما مش في الويدنجز. يعني ممكن في الويدنج ممكن 24 70 24 70، او لو بنتكلم على العدسات الارخص ممكن 18 140 لو يعني فتحة كبيرة شوية، لو حاجة 2 8 في 24 70 ممكن 24 105 24 120 كده، يعني حاجة اللي فيها رينج واسع وضيق في نفس الوقت. بس طبعا كل ما بتجيبي عدسات التلي بتعمل عزل اكتر للخلفية فبتبقى الصورة احلى. هو الكانون مسيطرة شوية بالنسبة للوايلد لايف فوتوغرافي والسبورت، عشان عدساتهم أسرع، كاميراتهم أسرع. إنما نيكون ابتدت بقى لهم كام سنة ابتدوا يطلعوا كاميرات كويسة قوي وعدسات حلوة قوي، فما نقدرش نقول أني أحسن. يعني لما حد يجي يسألني أخد معايا أني دي ولا دي بقول له الكانون. الكانون لان هي عملت استابليشد ان هي دي بتاعه الوايلد لايف، هي دي بتاعه الرياضه من زمان، فالناس اوتوماتيك بقى يشتروها. انما كل ده هيختفي خلال كام سنه الجايين، كله هيبقى سوني وفوجي و ده متوقع يعني. اتفضلي. انا ما عرضتهمش، انا عرضت صورتين بس فيهم ستيم. فعلا سؤال كويس قوي، في حاجات هربت مني عشان الستيم. بستنى شويه لغايه ما يعني ما انا مش هصور صوره واقف، انا بصور كذا صوره ورا بعض وبعد كده بستنى اما الستيم ده يمشي شويه بعدين اصورها. مش عارف هلاقيها هنا ولا يعني. دي مثلا دي كان في ستيم كتير قوي ما كنتش شايفه، مش عارف اجيبه، بديت استنى شويه، هو الهواء بيجي بيتمشيه ونفس الحكايه هنا. يعني تشوفي حتى تلاحظي ورا في ستيم كتير.
عشان كده ما بناخدش صورة واحدة ونمشي، لا، اللي عاوز يصور وبيحب التصوير او عارف ان هو هيطلع حاجات كويسة، الصبر زي الصيد كده، بنفضل قاعدين ومستنيين فالناس اللي بيطلعوا معانا افريقيا ساعات بيزهقوا مننا، اللي هو اصلا طالع، احنا بنقول طبعا رحلات تصوير، بس هو طالع ان هو يتفسح في افريقيا. احنا بنشوف نمر على الشجرة فنايم، خلاص خدنا الصورة هو نايم، فاحنا عاوزين يتحرك بقى، يعني يقوم يقف ينزل ينط يروح يصطاد بتاع، فبنقعد جنبه يعني. لدرجة ان انا مرة كنت لوحدي بعربيتي قدام نمر فضل نايم فوق، انا نفسي انعست يعني، غفلت كده شوية 10 دقايق صحيت ما لقيتوش، كان نط وجري. ده بتحصل معانا حواديت كده كتير. هي افريقيا في ناس كتيره فاكرين ان افريقيا ارخص من مصر، هي بالعكس اغلى من اوروبا، يعني لتر البنزين بدولار ونص. دخول المحميات الطبيعيه اليوم الواحد 24 ساعه 90 دولار، فهي غاليه. السكن احنا دي ارخص حاجه تقريبا بنقدر ناخدها او بنقدر نعملها يعني. لا لا، فنادق طبعا ولوجات وحاجات كده. بنأجر بيت في وسط الغابة، معنا الحرس يعني في سلك كهرب حواليه طول الليل وكل حاجة بأمان يعني. دي بتبقى أرخص شوية يعني، بتملها 25 دولار ولا حاجة، 30 الواحد في اليوم. دي أرخص حاجة، مش هتلاقي أرخص من كده. بنخيم بس حتت ما كانش فيها وايلد كات، لا بيبقى فيها كل حاجه تانية يعني، ممكن فيها فيله، فيها زراف، فيها حمار وحشي، فيها حاجات، ما بيبقاش فيه كات، ما بيبقاش فيه اسود، نمور، شيتاس، الحاجات دي. دي ارخص حاجه 10 دولار. في الخيمه الواحد يحط خيمته وينام فيها، دي ب 10 دولار. انما اقل رحله بنعملها بتاعت كينيا اللي هي طالعين بعد بكره ديت اسبوع، هي مكلفه 1300 دولار، شامله كل حاجه ما عدا تذكره الطياره، لان في ناس بيجي لنا من دبي، في ناس بيجي لنا من امريكا، في ناس بيجي لنا، المجموعه بتاعتنا كبيره شويه فمنتشرين. 1300 شامله كل حاجه يعني، واحد من المطار لغايه ما ترجع المطار تاني. و1300 ده سعرها من 2011 تقريبا. ما تغيرنا يعني، ما غيرنا يعني، زاد 50 100 حاجات كده. المشكله عندنا احنا سعر الدولار عندنا احنا يعني. هو الاشكال هنا في مصر مش اكتر. مش نعم 18 يعني نحسبه على 20 يعني، احنا بنحسبه 20 عشان نستسهل يعني، استسهال في الحساب يعني. بس ده احنا سعرنا ثابت، بنحاول ان احنا ما بنعلهوش عشان عارف ان الظروف بتاعتنا وحشه. ف عندنا براري افريقيا، براري افريقيا. لو تخش عند محمد هتلاقي نفس اللوجو بتاعنا برضو هناك، دي اللي بيتحط فيها كل الحاجات بتاعتنا، الشغل بتاعنا، الرحلات بتاعتنا. الرحلة اللي جاية في شهر 2/7 بعد العيد على طول. لا دي حاجة مختلفة، دي بعد بكرة، دي انا طالع لوحدي، محمد مش معايا فيها، محمد يكون معنا في شهر 7 ان شاء الله. بس دي 3 اسابيع لازم بنحط شرط، بس ان هو يكون مهتم بالتصوير يعني، طالع معانا عشان نصور، مش طالعين نتفسح ونعمل شوبينج وكده. بنعمل شوبينج وكل حاجه وبنتفسح، بس اهميه التصوير، لان لاحظنا ان احنا الناس اللي بيكونوا معانا مش طالعين عشان صوروا بتظلموا بصراحه يعني. مثلا ممكن اقعد جنب القرد ده زي ما قلت، قعد 3 ساعات ما بعملش حاجه غير ان انا اصور القرد ده، فاكون معايا مجموعه هيزق طبعا ويمشي، او اليوم بتاعه بيروح. نعم. لا احنا طلع معانا
كل حاجة لغاية آخر واحدة طلعت معانا 73 سنة السنة الرحلة اللي فاتت دي 73 سنة بالظبط. بس كانت مبسوطة جدا يعني. وطلع معانا كان عمره كام 12 سنة أو 13 سنة حاجة كده مش فاكر أصغر حاجة طلعت معانا. والأنيسة اللي قاعدة قدام دي هتطلع معانا المرة الجاية. عندي كام سنة سبا؟ مش فاكرة؟ 10؟ 10 سنين. زي ما قلنا ما فيش شرط غير ان هو يكون واحد هو عاوز يطلع يصور. مش اما تخش تشوف الليستة بتاعت التطعيمات بتاعت اي بلد رايحها هتلاقيها ليستة طويلة قوي. مصر في عشان الاجنبي يجي مصر هنا عاوز 11 تطعيم. واحنا ما عندناش امراض بتاعت 11 تطعيم يعني ما فيش الامراض منتشرة ان هو ممكن تتنقل ليه. اهم حاجة بناخد الحمى الصفراء مش عشان احنا هنعدي الناس اللي هناك، لا عشان بروتكشن لينا. الحمى الصفراء وحبوب الملاريا بس الاثنين دول بناخدهم. يبقى خلاص بطلنا ناخد الحقن وال لا هي الحمى الصفراء دي بتتاخد كان كل 10 سنين دلوقتي بقت تاخد مره واحده في الحياه بقى. طوروها لدرجه ان هو السنه اللي قبل اللي فاتت تاخد مره واحده. ابره بس شكه كده وخلاص. انما حبوب الملاريا دي مهمه قوي. لان تروبيكال الجو تروبيكال فالملاريا الناموس بينقلها يعني. ده موجود في الغابات بتاعت الكثيفه قوي اللي هي موجوده في الكونغو انجولا جزء من زامبيا. الحاجات اللي فيها الغابات لما تشوف الخريطه على جوجل تلاقي فيها حته خضراء قوي دي ده موجود فيها. هو هجموا علينا مره في زامبيا واحنا كنا في زامبيا دخلوا علينا العربيه ما خدناش بالنا اتملت العربيه والدبانه يعني كبيره كده حاجه حجمها كبير لدرجه ان انا كنت يعني بموتها باخبطها بالبوكس كده زنقها في الازاز كذا مره ما بتموتش ولما تموت اسمع صوت كده قرمشه جميله كده لا قويه جدا مش مجرد دبانه عاديه بس هو المرض خلاص قضوا عليه تقريبا في بعض الاماكن اللي هي يعني الاهله وكده يعني فما بقتش حامله للمرض بنفس الطريقه بتاعه اللي هي مجرد ما تقف عليك خلاص تصبح على خير لا يعني ممكن ايه لازم حاجات كتير يعني او يعني تتعرض لها كتير ومرات كتير ومش عارف ايه. انا سنه 2001 ما كنتش اعرف اي حاجه خالص عن زبابه التيتسي ديت لدرجه ان انا اتلتعت تقريبا 15 20 مره في الساعتين كده. الاعراض الوحيده ان هي اللي جات لي ان هو كنت يجي نعاس شويه بنام شويه انما بعد كده خلاص يعني دلوقتي ممكن تلاقي 100 مره ما بتحصلليش حاجه. بس يعني هي فيها وبعدين احنا بنعمل تركيبه في تركيبات كيماويه كتيره لما بنحس ان في حاجات بنعملها عشان بتطلع من العربيه بتخش معانا. وبعدين تملي هتشوف كل الصور بتاعتنا او الصور بتاعت الناس اللي بيروحوا افريقيا كله لابس يكون الكم الطويل البنطلون الرجل الطويله عشان الناموس والتيتسي. بس هو التيتسي ده تعرضنا فيه يعني في اخر 6 سنين ان هي مره واحده بتاعت السنه اللي فاتت بتاعت زامبيا كنت انا ومحمد في عربيه واحده ودخلت علينا واحده بس. بالظبط موجود الاوف احنا بنستعمل الاوف وفي حاجات كيماويه اكتر الديت اسمه ديت ده برضو ايه بيساعد اكتر من الاوف. الاشكال مش اشكال يعني هو الناموس يعني ممكن يبقى انا ومحمد قاعدين جنب بعض يهاجمني انا اكتر ما يهاجمش محمد حسب السكن بتاعتي حسب نوع الدم بتاعي الحاجات اللي بتطلع من جسمي يعني انا على طول بيجوا عليا اول واحد بتلدع في الرحلات كلها. لا هو الكيماويات او الريحه اللي طالعه من جسمي بتعملهم اتراكشن اكتر.
الحاجة التانية اللي احنا بنعملها ما بن بنيجي نستحمى الصبح قبل ما نخش الغابة ما بنحطش شامبو فيه فروت في روائح في برفيم في حاجات كتيرة كده. اللي انا بجيبه بجيب الشامبو بتاع اللي هو الجونسون اللي هو بتاع الاطفال اللي هو نو تيرز ده فعلا بيساعد كويس قوي. ما اعرفش بحس ان هو يعني الواحد ما بقاش داخل الغابه بقى ويقوم رشش له رشتين مش عارف ايه وبتاع وحاجات عشان لا خش كده بعبلك عشان تخرج سليم لان هم الروائح بتهيج الحيوانات وبتهيج الحشرات. هي مجموعه حاجات بنعملها او قبل ما بنطلع السفريه بنقول للناس هنعمل كذا كذا. يعني في حاجه من الحاجات ان احنا نلبس الالوان زي اللي حضرتك لابسها دي الاورنج ده الحاجات الفوسفوريه كده. تلاحظ ان كل اللي بيصوروا في وايلد لايف او افريقيا بيلبس الحاجات حسب الطبيعه الحاجات الخضراء البيج دي بتساعد اكتر لان ممكن الفيل بالذات ما بيحبش الالوان الفاتحه. في ناس الخيم بتاعتنا برضو ليها ستايل معين يعني ما نجيبش الخيمه اللي هي الفوسفوريه الصفراء اللي بنحطها في دهب ديت ونقعد على الشاطئ بيها دي لا دي لازم يكون الخيمه ليها شيب معين الوانها برضو ايه الالوان الطبيعه اللي حوالي. يعني في كذا حاجه كده بنعملها بنطلع بس كل ده دلوقتي بقى يعني من كتر سفرياتنا بقى عندنا مخزون الحاجات دي كلها يعني ما بنطلبش من حد يجيب معاه حاجه كل حاجه بتكون معانا في العربيه. انا عندي عربيه وسايبها هناك في افريقيا بستعملها لما اكون طالعين وبنجيب عربيات تانية معانا يعني فكل حاجتنا موجوده بقى متخزنه في العربيه بتاعتي. انا عارف الناس يقول لك تاشيرات برضه في ناس لسه تاشيرات كتيره. معظم شرق افريقيا بناخد تاشيره عند الوصول بالنسبه لمصر يعني انما الجنوب الافريقي بقى الرحله الكبيره بتاعتنا اللي جايه ديت صعبه شويه. يعني جنوب افريقيا ناميبيا بوتسوانا زامبيا دي لازم ناخد تاشيرات قبلها. في معظم الاحيان بتبقى الدنيا سهله خالص يعني طالما عندنا الشروط بتاعتنا زي كان الواحد بيسافر اوروبا. نعم لا احنا الندوه بتاعت النهارده دي مش بتاعت افريقيا يعني او حيوانات بتاعت افريقيا. هو محمد كان محضر حاجه وحصل ظروف دخلنا اتنين في بعض يعني. انما ممكن ننظم ممكن نعمل. عملنا على فكره هنا في ملتقى الفوتوغرافي عملنا اتنين مرتين على عملنا مرتين وايلد لايف فوتوغرافي بس كان من كام سنه يعني. اول ما ملتقى الفوتوغرافي بدانا كان عملنا ندوتين. ممكن نعمل مره كده في رمضان ولا حاجه يبقى وايلد لايف او حاجه ان شاء الله. يبقى نتاج جديد بقى الحاجات اللي نصورها الاسبوع الجاي واللي بعده ان شاء الله. معدات ايه معلش مش سامع. خدها بعد يومين. عندي جزء انا زي ما قلت عندي عربيتي عندي لاند كروزر كبيره حاطط فيها كل حاجتي ومكان امن وكده. في جزء في العدسات بتاعتي موجوده يعني الحاجات التقيله قوي ال 500 ال 300 مش عارف ايه دي ما بشيلهمش رايح جاي يعني ابتدينا من السنه دي هيبقوا متخزنين في العربيه. الكاميرات بقى دي اللي باخدها وارجع بيها لان مش هقدر اسيب في كل بلد كاميرا. ف في برضه حاجه من الحاجات بالنسبه للمعدات واحنا مسافرين بالحاجات التقيله دي من مصر لازم تنسجلها في المطار لما نيجي نرجع بيها يقول لك لا ادفع لي جمارك تاني وكده ومشاكل بيسموها حاجات احترافيه. تمام. نعم لا لا دي 70-200 ده انا متاكد منها. الخلفيه معزوله قوي وانا عارف ان انا كنت بعيد انا فاكرها يعني وبالاند ال 200 دول يعني زي الميكروفون اللي هناك ده احنا في حدودنا متر ونص من اي حيوان
بالنسبة لليابان يعني، إنما في أفريقيا كل حيوان وليه طريقة. وبعدين برضو عند اكتسبنا خبرات، بنعرف امتى الحيوان عاوزنا نبقى قريبين منه وامتى لازم نبعد. و كل حيوان ليه يعني ليه انذار. الخرتيت بيضرب رجليه في الارض، الفيل بيرفع الزلومه لفوق ويرجعها لورا، الاسد طبعا ما بيقولش اي حاجه، بيهجم على طول، بس ما بيهجمش علينا يعني، ملوش. لا ما اعتقدش، ما فيش حاجه حصلت. لا ما فيش حاجه حصلت. لا هي مره بس ان انا دخلت سقط بين الفيله، لان كنت مستعجل لازم نخرج، يعني لينا وقت ان احنا نخرج من الغابه، فاضطريت ان انا اخش في وسطيها، فابتدوا الكبار، وكان في الفنت صغيرين يعني، فابتدوا الكبار يجروا ورايا، فضلوا بيجروا ورايا حوالي ثلث ساعه بس بيجروا ورايا وانا سايق، انما هو حتى لو وصل لي مش هيعمل حاجه، ده مش هيعمل حاجه، هو بس بيخوفني ان هو بيتضايق ان انا قربت منه قوي او قربت من الاولاد وقربت. لا والله ما عمره ما حصل. الشجر بيكون على فكره، الشجر اللي هو بيكسره دوت الشجر قديم، هو عارف ان دي هتتكسر معاه، يعني ما بيحاولش في شجره لسه جديده ومتينه يعني. تعبين مره واحده بس في ال 17 سنه او ال 20 سنه اللي رحتهم افريقيا شفت تعبان، والمره الثانيه شفنا تعبان في المايه اخضر غير سام. هو في تعبان واحد بس البلاك مامبا دوت بعيد خالص عننا، واحنا في العربيات مش على رجلين اصلا، احنا ما بنزلش في ما بنمشيش، ما بنتحركش على رجلينا، بنتحركش على رجلينا كتير يعني. فندم طبعا ده هنا في مصر عندنا تعابين اكتر واخطر من افريقيا بكتير، عندنا التوريشه والفايبرز عندنا حاجات كتيره هنا في مصر، تقريبا 11 تعبان سام في مصر. خلاص كلهم بقى بيتكلموا انجليزي يعني. لا الستات ما بيتكلموش انجليزي كويس قوي لانهم ما بيحتكوش، وكل قريه فيها 2 3 دول هم بيتكلموا انجليزي كويس. وبعدين بالنسبه لتنزانيا وجزء الشرقي من كينيا بيتكلموا سواحيلي. سواحيلي دي سواحيلي جاي من لغه الساحل، 70% منها عربي يعني، انا من كتر اختلاطي بيهم بقيت يعني افهم الكلام اللي بيقولوه ايه. طيب احنا بنشكركم على وجودكم معنا، بشكرك جدا مجدي على الحاجات والمعلومات اللي خدناها. ميعادنا الجاي يوم 20 مايو ان شاء الله، السبت 20 مايو، مع ضيف مهم جدا وهو مصور وكالة الاي بي في مصر من اكتر من 20 سنة، الاستاذ عمرو نبيل. هتبقى يعني لقاء قيم جدا، وفي صور تاريخية وفي معلومات عن استاذ عمرو وعن تاريخ مصر من خلال رؤيته ليها خلال 20 سنة كمصور صحفي. شكرا لكم ونشوفكم الشهر الجاي ان شاء الله. شكرا.